ابعدها، تحضير ممتاز، شايفين لاعبين من الوحدات، هذا انس العوضات وهجمه مرتده سريعه فيها خطوره، ممكن تكون فرصه هدف الى انس العوضات، انس 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 وجول، جول لانس العوضات بطريقه ذكيه فرديه وفيها كثير من المهاره. انس العوضات يضع الوحدات في المقدمه ويقدم اوراق اعتماده بانه مهاجم من العيار الثقيل قادم للكره الوحداتيه. انس باستلام بالهجمه المرتده وفرحه لجماهير الوحدات بهدف التقدم. الوحدات هدف، الفيصلي لا شيء. ننتظر هذا التوصل والمرور من انس العوضات لوحده بدون رقابه، حضرها وباحساس يعني مهاجم سجل في مرمى معتز ياسين. كرة يعني تبدو سهلة ولكنها ذكية جدا وفيها الخبط الكروي بغمزة من انس العوضات ليسجل هدف في مرمى الفيصلي. وبالتأكيد عندما يسجل لاعب سواء من الوحدات في الفيصلي او من الفيصلي في الوحدات يبقى الهدف له نكهة خاصة في مسيرة هذا اللاعب. هدف كانت تحتاج المباراة حتى يرتفع النسق اكثر واكثر، الامور كانت يعني مقبولة ولكن هدف هذا راح يزيد من الايقاع وهذا الشيء اللي احنا بنبحث عنه كمشاهدين. هفوة جديدة، هدف ثاني للوحدات ممكن ليزن ثلجي، والهدف الثاني، الهدف الثاني للوحدات، هدفين في دقيقتين. افواج واخطاء بالجمله بالتمركز الدفاعي للاعبي الفيصلي، وامام مين؟ امام الخطير الذي لا تخطئ امامه، يزن ثلجي يضاعف النتيجه، الوحدات اثنين، الفيصلي لا شيء في الشوط الاول، وهذا الارتياح وهذه الفرحه على لاعبي الوحدات. صالح راتب شفناه في الصوره، ويزن ثلجي توغل ومر وايضا بنفس الطريقه، بنفس الطريقه اللعب على الزوايا وعلى صالح اللي ابتعد عنا لموسمين تقريبا بسبب الاحتراف وبسبب الاصابه، وما شاء الله اليوم ما شاء الله صالح يظهر بصوره ممتازه ان شاء الله تبتعد عنه لعنه الاصابات. وهذه الكره في العمق فيها مقطوعه من داوود، فرصه اخيره للفيصلي ربما في الشوط الاول لتخليص الفارق، داوود بمجهود فني وكره وهدف، هدف التقليص 2-1 بنفس الطريقه، داوود الثاني كيفن يقدم ايضا اوراق اعتماده كمحترف لديه المهاره. شفنا الكره المقطوعه من قلب الدفاع والمراوغه والمهاره واكثر من لاعب وسدد على يمين سامي صالح لتصبح النتيجه 2-1. ثلاث اهداف في الشوط الاول جميل جدا، يعني كنا ذكرنا من البدايه لما تشوف فيصل الوحدات وحدات الفيصلي هذه الهفوه، وامام داوود خلصها برضه من الاول كان ممكن يسدد هون لكن راوغ تفضل، راوغ مرتين، ثلاث لاعبين وعلى يمين الحارس، هدف جميل معه هذا الهدف، هذا الهدف اللي فيه الحل الفردي، وكما ذكر يعلن عن تقديم اوراق داوود كمهاجم جديد للفيصلي لينتهي الشوط الاول. وبدي كمان اشكر واخص بالشكر قوات الدرك اللي دائما موجودين في كل المباريات وفي كل الاحداث سواء كره القدم او غير ذلك، ويعني نعود لمواصله الشوط الثاني بمباراه فيصلي والوحدات بعد انتهاء شوطها الاول كما ذكرنا بتقدم الوحدات بهدفين مقابل هدف، وهذا هدف التعادل، هدف مبكر بالتعادل، براء مرعي، هدفين في اعتقد في غضون دقيقتين، الدقيقه الاخيره من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، داوود خلص الفارق، وفي اول لقطات الشوط الثاني براء مرعي يصبح النتيجه 2-2. الفيصلي هدفين والوحدات هدفين، مباراه ما ذكر
أتمنى تعملوا لايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك، وكل الحب والاحترام. شكرا لكم جميعا.